الأصدقاء، السلام عليكم. أنا حاليا موجود في مدينة سلا، وبالضبط في لامارينا ديال سلا. لا فيديو غتشوفوها تحرك شي شوية، حيت ملي كنمشي، حيت داك ستابيليزاتور اللي كان نورمالمون كان خصني نركبها فيه ما كاينش عندي، ماشي ما كاينش عندي، راه هو عندي ولكن الباتري ديالو خاوي، ولهذا ما خدامش ليا. الوغ الاصدقاء خليته شاعل، فوالا بلوتو خليته كاع لا نوي هو شاعل. الوغ الاصدقاء انا بغيتكم تشوفوا معايا لا مارينا، نوريها لكم هانتوما شوفوا. اسيوري ما كيخلص والو، قال لي ما كاينش Je vais essayer d'agrandir l'écran peut-être. Le zoom, non, il fonctionne pas. Impossible de faire un zoom. Voilà, c'est ça. Alors, Antouma, cela, c'est quand même joli. Oh, Antouma, quand tu vois le tout à fait de l'autre côté, derrière moi. Attendez, voilà. Derrière moi, là-bas, plutôt de ce côté-là, vous voyez là où je touche ma main. Hadira, c'est la tour Hassan. لا تور حسن يمكن ليا توتالور، ولا الا كان عندي شويه ديال الوقت بعد ما نتغدى نمشي تما نكمل الكمال هاد لا فيديو، باسكو هاد لا فيديو جو في لا فيغ اون بليزيور بارتي. دابا دروك راني باين لكم، ولكن دابا غادي نحاول نتحول نوريكم لوت كوتي دو لا دو سكي دوفو موا. سي با ماشي انا ما بغيتش، ماشي انا اللي خصني نبان، الهضره اللي المهم الهضره هي تلحقكم. الوغ الاصدقاء نبداو في الحديث شويه. فايت قلت لكم المشكل اللي وقع في الجزائر، تكلمت مؤخرا على هاد قضيه 700 كيلو ديالت الكوكايين اللي نزلات في البلاد، والتأثيرات ديالها على النظام، والتأثيرات ديالها على بعض الأفراد مهمين في الجزائر، ومنهم عدد من الجنرالات، وعدد من المسؤولين، وعدد من الناس رؤوس الاموال. اكسكوزي مو، الحمد لله. والمهم انا فايت قلت لكم قبل على قضيه تكلمت لكم على القيد صلاح، وتكلمت لكم على توفيق مديان، تكلمت لكم على سعد بوتفليقه، وعلى بوتفليقه، وعلى الهامل. هاد زعما لي بريتوندون اللي كان يمكن لهم يشدوا السلطه في البلاد. لي بريتوندون ابري بوتفليقه، الا كان ما كانش ممكن يدار العوده الخامسه، كانوا بعض الناس موجودين في بلاصه بوتفليقه، اللي غادي يخلفوه بوتفليقه. ولكن كيف كتعرفوا في الجزائر، وديما هادشي كان عمرو ما كانش ممكن من الاستقلال للجزائر الى يومنا هذا، كاع الناس اللي حكموا في الجزائر، كلهم الناس اللي حكموا في الجزائر، راه الجيش هو اللي دارهم. وهاد النوبه في العهده الخامسه كذلك خص يكون الجيش هو اللي غيديرو. علاش هاد الضجه كلها نايضه؟ حيت لاول نوبه كان يمكن رئيس البلاد كان غادي يكون ماشي من عند الجيش، ولهذا ناض الجيش تحرك قلب الاسباب. هاد قضيه انا ما غاديش نقول واش فعلا خدعه ولا انكو فومونتي ولا سايتي بريميديتي ولا سايتي بريباري ولا جاك شي،
ما يمكنش نقول انا جو با انا اللي كنعرف وهو هاد قد لا كوكايين سني با لا بروميير فوا حيت يا بلو ا مانت ريبريز شحال من نوبه الا كنتو كتقراو الجرائد وكتصنتو وكتسمعوا كل شيء شحال من نوبه راه دي 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 بريز دي بريز دو كوكايين اون ايتي فيت aux aéroports et dans plusieurs régions en Algérie. Chez des trafiquants, des 10 kilos, des 1 kilo, des... ou les qui entrent 10 kilos, les entrent 1 kilo, les entrent 10 kilos, il est capable de faire rentrer 100, 200, 300 kilos. Voilà, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Ils sont les gens qui ont fait les choses, ils savent ce qu'ils ont fait, tout ce mais tout le monde... كاع الناس كانت تروفي سون افير سد بلع عليا عينك نبلع عليك عيني سا توجور ايتي كوم سا دوبوي دي زاني تو في اون تلاس فير اي مي تو نو لاس فير سا توجور ايتي كوم سا مي سامبلومون سي ديرني تون يا اي كيلك كوك دون لا ماشين ديال دون لا ماشين دو فيرمي لي زيو وهو الا كنتو بيان سور فو سافي توس ميو كو موا وهو داك اللي كان في الديوانه ديال تاع النابه كان خو الهامل كان مسؤول كبير تما في الديوانه ديال سميتو ودار بزاف د العراقيل لبعض الناس من صحاب القايد صالح من صحاب القايد صالح فوالا شحال من ملف شحال من سلعه شحال من حاجه منح الدخول او الى دخلت مشاكل فوالا سو كي في كو كانت حيت خصنا نفهموا بعدا نفهموا واحد القضيه قبل كل شيء قبل ما نمارسوا في الهضره نزيدوا الهضره راه خصكم تعرفوا راه والله ما كاين شي واحد في دوك الناس اللي كيسيروا البلاد ولا اللي في السلطه ولا اللي في شي مسؤوليه في الجزائر ولا كتهموا البلاد حتى شي واحد في دوك الناس اللي كاينين تما ما كتهمهمش مصلحه البلاد اللي كيهمهم وهو مصلحتهم هما لا اقل ولا اكثر طون كي غان دو لارجون Tant que tu me laisses gagner de l'argent, moi je m'en fous de ce que tu fais. C'est comme ça que ça se passe. En Algérie, ça a toujours été comme ça. Les gens ne sont au pouvoir que pour s'enrichir. Et ça s'arrête là. Parce que je dis que je suis là, tout simplement. Alors, là, je suis là. Le masalih de l'armée, كانوا غيتقاسوا حيت الى توجور ايتي كونفوني توجور سا توجور ايتي لارمي كي ا في لي بريزيدون اون الجيري اي سي ني با اوجوردي كو سا فا شانجي فهمتيو ولهذا اي فالي تروفي كومون فير باش نرجعوا حيت كان واحد الوقت من الممكن يكون رئيس البلاد ماشي من عند الجيش كان داك هامل كي ايتي كان لينمي هو لينمي ديال العدو ديال القايد صالح وهو في رئيس الشرطه وكتعرفوا الشرطه في الجزائر سي بريسك اون ارمي فهمتي ولهذا كان و هذوك الناس لارمي نوبلي با اون ارمي في لارمي اون الجيري ال تري 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 بيان ارمي ولذا يفالي با كو سيت اوم سوا مي ا لا بلاس دو بوتفليقه تو سامبلومون باسكو لو ساعد بوتفليقه اي كومباني هذوك لي غروبوني اللي دايرين بوتفليقه هذوك لي بوني اللي دايرين في الفلقه ما كرهوش يشوفوا شي واحد منهم على زعما حيت هما يصاب كل جور دو عبد العزيز بوتفليقه سون كونتي
دونك خصهم يلقاو شي واحد اللي غيديروا في بلاصتو باش هاد الحريره اللي كاينه في الجزائر طول باش الخونه والشفره والترافيك يبقاو مستمرين. ها باسكو انا قلت لكم هادوك الناس سوكي لي زانتيريس اون بومي ساني ريان دوتر à part le fait de vouloir s'enrichir, rien ne les intéresse. Ils s'en foutent complètement du pays. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. أو شي واحد اللي من جهتهم هما، ولكن الأرمي كتشوف هذاك الشيء راه ما خدامش، فهمتي؟ وكتعرفوا باللي الأرمي على راسها على راسها القيد صالح. القيد صالح أنا صاحب هو صاحب سعيد بوتفليقة وصاحب عبد العزيز بوتفليقة. أنا صاحبك ولكن ما تضرنيش، النهار اللي غتضرني غندور فيك. سي كوم سا كسا سا سيغيزوم كوم سا. هذوك الناس هذا الشيء كنقول لكم راه كل واحد كيضرب غير على عرامو يصنفو البلاد راه هو ما تقيسش ليه المصالح ديالو الا مشيتي تقربتي ليه المصالح ديالو غيدور فيك وهذا الشيء دابا اللي وقع في الجزائر حيت قضيه هذا الشيء الكوكايين هاد استقالات وهاد ليموزاج وداك الشيء غير قضيه مصالح كومو مصالح اولا حيت الا خليتيني نخدم او انا الا كنت على رئيس البلاد في يدي راه المصالح ندير اللي بغيت فهمتي سي كوم سا كسا هذوك الناس هذاك الشيء اللي كيشوفوا قلت لكم راه لقيت صالح يفوي مال شفت هاد المواطر دايزين قلت راه نصورهم فهمتي لقيت صالح اي فوي مال لا مونتي اون فليش ديال هذاك الشرطي ديال الهامل فهمتي او il était choyé par الناس حيت معاهم خدام لصالحهم هما كاع الواحد اللي كيضروا هذاك هو لو بوليسيي دو سيرفيس ديالهم هما كي فهمتي لو بوليسيي دو سيرفيس ولهذا كان خدام معاهم وكانوا باغيين يطولوا معاه يديروه حتى على يديروه رئيس بالاخ سعيد وصحابه ناويين يديروه رئيس ولكن لقيت صالح ولا اللي جنور اللي معاه حيت ما خش الحلوه تهرب ليهم لو غاتو يفو با كو باسكو دومان سي الهامل الي بريزيدون اون الجيري يفا نفيغ ان تري تري غون نيتواياج في الارمي Il va faire les hommes d'Yéoulou à la tête de l'armée. Et ça n'est pas bénéfique pour les gens actuels qui sont à l'armée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait se débarrasser, faire la même mise. Khass, Sulta, fil Jazair, kulha, Sulta, kulha fil Jazair, terja fid al jish, la aqla wa la akhtar. السلطة ترجع كيف كانت قبل وفي السنين الماضية من 62 ما خصهاش تهرب اون اوتر بيرسون كي نا با ايتي شوازي بار لارمي اي سولا وهنايا فين خصنا نفهموا هاد قضية الكوكايين هاد الكوكايين واش هادشي مخدوم او لا حيت انا قلت لكم قبل باللي قضيه الكوكايين 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو كيلو نص كيلو راه من زمان وحنا كنسمعوه
une semaine. Il y a eu beaucoup d'arrestations dans l'aéroport, les aéroports d'Alger, l'aéroport d'Oran, ou garde que le smito. Ou elle a un de chal mouahed minhom. C'est la sphère de la nomenclature algérienne. هذاك الشيء اللي باش كيخدموا هذاك الشيء باش زعما النشاط ديالهم راه هو هذاك. الوغ نرجعوا للقضيه. حنا انا جو فولي دي او ديبي في الاول قلت لكم قلتها لكم عاوتاني في الفيديو الاخرى باللي الكوكايين راه هما راه عارفين رايجه في البلاد. شحال من عام هي رايجه في البلاد؟ ماشي غير اليوم، ماشي غير سبع، راه دخلوا مئات الكيلوات. فهمتيو كومون سا سفي كو لي اسبانيول اون افيزي لارمي سا سي اس دو اس بوزي دي كيستيون بوركوا اي نو با افيزي لو مينيستير دي زافير اترونجير فهمتي بوركوا اي نو با افيزي لومباسادور اون اسبان ولا شي حاجه اللي السلطات فهمتي بغير الجيش علموا الجيش علاش الله اعلم نخليكم انتم تفكروا on va faire une pause pour reprendre la vidéo un peu plus loin الاصدقاء قلت لكم راه غادي نبدل المنظر باش نكمل معكم الحديث واخا راني ركبت واحد بابور بابور راه قاطع لي غادي نحرق فهمتي راه غادي نحرق عرفتي ملي ركبت انا في هاد الفلوكه وانا نتفكر دوك الكلاب الجزائريين اللي داروا فيديو شافوا الناس هربوا من البوليس من في السعيديه هربوا من الشانطي مشاو للبحر باش البوليس ما يتبعوهمش حيت البوليس اشنو الغرض للبوليس؟ الغرض للبوليس هو خوي لهم المدينه خوي لهم الشوارع البحر غاسير ليه الظهر ولا دير اللي عجبك ما كيهمهمش هما داكشي ولهذا نادوا دوك الكلاب الجزائريين قال لك شوف المغاربه باغيين يحرقوا الجزائر وانتوما كتحرقوا بلادكم كتخويوا بلادكم بغيتوا حنا المغاربه نمشوا لعندكم اش غنديروا عندكم؟ حنا المغاربه حنا بلادنا خير من ديالكم الخير موجود الحمد لله فهمتي وعلاش غنمشيو نديرو عندكم والمهم الموضوع ديال الحديث ديال الهضره ديالي ماشي هو هادشي ماشي على قبل الحريق ولا هادي ولا هاديك جا جابت هاد الضحكه هادي حيت راكب انا في واحد راكب في واحد الباخره واو وكنت متاع في المواج ديال الواد وداكشي المهم اصدقاء نرجع للموضوع المهم قلت لكم باللي اش داير تما كاين عندكم ساعد بوتفليقه الرئيس بوتفليقه والهامل وهذوك لي زوم دافير معاهم اش مقابلهم ضدهم لي جنيرو والقيد صالح ودابا ولكن شكون اللي غادي يسيطر شكون اللي عنده الجهد فهاد سميتو اللي عنده الجهد هو اللي كيحكم اللي عنده الجهد حاليا وقبل هو القيد صالح هو فيس مينيستر دو لا ديفونس نائب الرئيس نائب وزير الدفاع الجزائري هو اللي عنده الجهد ولهذا كيف يسوسو اوني تعاهدوا عبد العزيز بوتفليقه مع القيد صالح باش يقضيو على مخ ماشي مخ اش كنقول المخ مع رب الجزائر اللي كان بما توفيق اللي نتوما كنتو كترعدوا منه كتجيكم القفقافه منه كتسمعوا غير الصوت ديالو غير الهضره ديالو غير تسمعوا قالوا توفيق كنتو ما بقى لكم غير تقولوا صلى عليه وسلم ها فهمتي بقوه الخلعه اللي كنتو كتخلعوا منه ولهذا دابا اش وقع انا قلت لكم من 62 الى يومنا هذا عمر شي رئيس الجزائر ما دار بدون شوار الجنرالات راه هما اللي كيديروا الرئيس في البلاد وهاد النوبه كانوا باغيين هما دو خيتنا
يديروا حكم حكم راسهم، بغاو ينوضوا يديروا داك الهامل الهامل او شي واحد من عندهم، ولكن الهامل هو لو ميو بوزيسيوني اللي كان هو اللي كان في خط الانطلاقه باش يولي رئيس. هادشي كلشي شكون اللي كان باغي يديرو؟ كان باغي يدير سعيد بوتفليقه وصحابه وكلشي. علاش هادشي باغي يديرو هو؟ خصكم تعرفوا واحد القضيه مهمه وديما كنقولها لكم، راه في الجزائر هادوك الناس راه ما كيهمهمش البلاد، ابوال البلاد تخلابوها تدير اللي وقع. واش كتعقلوا ولا واش كتحسب لكم كيهمهم الجزائريين؟ والله ما كيهمهم. باش تعرفوا باش يبقاو هما في السلطه، مشاو قتلوا 250 الف واحد في العشريه السوداء. علاش؟ باش السلطه ما تهربش ليهم. 20 الف تفقدات ما بقاوش عليها اثر. علاش؟ باش هما ما يفقدوش السلطه، باش يبقاو ديما السلطه ما بين يديهم. ولهذا باش شي وحدين فيكم يقولوا باللي راه كتهمهم كيهمهم شؤون البلاد، راه غير خوال خاوي. هما اللي كيهمهم دوك الناس اللي كيسيطروا على البلاد، لا الحكام لا حتى الارمية، بحال كلشي بحال الحكام كلهم اللي كاينين، لا في السيفيل ولا في الميليتير ولا في الجدارمية ولا في البوليس، كلهم اللي كيهمهم بجيبهم، كيهمهم كيف غادي يتغداو، كيف غادي وعائلتهم لي زافير لامبورطاسيون لا دروغ. اللي كيهمهم قلت لكم وهو جيبهم لا اقل ولا اكثر، فهمتيو؟ ولهذا كنا غادي نشوفوا كانت واحد الخطه كتوجد، وهي الخطه ديالت سعيد بوتفليقه مع 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 لي زوم دافير وصحابه، حتى من لي سانديكا، حتى كاع دوك سميتو، بغاو يديروا شرع يديهم، بغاو يديروا واحد السيد اللي ما طايعش الارمي، واللي اون بليز وزيد بزياده ضد الارمي هو. ما تنساوش باللي هذاك الهامل كان ضد الارمي، كان لو كونتر بوا، الميزان اللي كان كي بوتفليقه كيشد به ضد القايد صالح. واخا القايد صالح صاحبه، راه حنا صحاب، ما حد ما ضرني ما نضرك، حنا صحاب. نهار اللي غنحسبك باغي تحشني وليتي عدويا، سي كوم سا كساسباس في الجزائر. راه حنا في لي زافير حنا صحاب، ناكل وتسكت، نشوفك تاكل ونسكت، ولكن ما ضرني ما نضرك. وهذا الشيء اللي وقع دابا، هما بغاو يديروا واحد السيد اللي ما طايعش الارمي ناض تحركات، القايد صالح حرك الجينيرو ديالو. وهذه هي الفرصة، ملي هاد 700 كيلو ديال الكوكايين بنت، حنا انا جموفو، واش هاد الناس جابوها باش يقلبوا فيها البيع؟ واش هاد الناس اللي جابوها سيفيل؟ واش خدعة ديال الارمي باش يحصلوا اصحاب الهامل واصحاب بوتفليقة وكلشي؟ حنا جموفو، اللي كنشوفوه هو بانت واحد 700 كيلو ديال لا دروغ بانت، ولا دروغ لا دروغ ماشي اول نوبه كاينه، لا دروغ راه كاينه بكري، لا دروغ معروفه، حنا الكوكايين ديما كاينه، شحال من نوبه في المطار الهوار بومديان في العاصمه في وهران، في جميع المناطق في الجزائر كتسمعوا راه كانوا شدوا 10 كيلو هنا، شدوا كيلو هنا، شدوا نص كيلو هنا وكلشي. حنا ما نذكروش على الحشيش اللي كيجي من المغرب كيمشي للجزائر، كنذكروا على الكوكايين اللي كتجي من كولومبيا، فهمتي؟ كتجي من كولومبيا، وهذا الشيء كنجري به العمل، وكان شي كيسكت شي على شي وشي كيستر شي، فهمتي؟ ولكن ملي الجنرالات شافوا غدا ولا بعد غدا ينوضوا يديروا شي واحد على راس البلاد اللي ما طايعش ليهم، ناضوا تحركوا. اش داروا؟ طيروا اول حاجه اللي غيطيروا، طيروا الهامل، وطيروا حتى اصحاب بوتفليقه اللي دار في الجيش. ما تنساوش راه شحال من جنرال طارت في الجيش،
علاش طارت هذيك الجنرال؟ علاش هذوك الجنرال؟ ماشي عندك تحسب لك كاع الناس اللي طاروا اللي طيروا كلهم دايرين امبليكي دون لا دروغ دون لا كوكايين. نو سي فو. يا بوكو parmi eux qui ne sont pas impliqués dans la cocaïne. Mais simplement l'occasion, الفرصه تحت لهم تحت الجنرالات باش يطيروا دوك الجنرالات اللي كانوا كيميلوا البوتفليقه وخوه والسيفيل فهمتني. خص دابا شكون اللي بقى؟ بقاو في الارمي في لا بوليس وفي الجدارميه كلهم اصحاب القيد صالح. معناتها شنو معناتها؟ معناتها شكون اللي كيحكم دابا في البلاد؟ وهو القيد صالح. دابا داك الزواق ديال بوتفليقه لا هو ولا خوه ولا دوك لي زوم دافير راه غامنضر حتى نشوفوا الحل من هنا لافريل 2019. من هنا لافريل 2019 القيد صالح غادي يفكر اش غايدير. رشقات ليه دابا شنو هو؟ خصكم تعرفوا واحد القضيه راه حتى القايد صالح اي ني با لو سول ا ديسيدي بيان سور. القايد صالح اي ني با سول ا ديسيدي. نبعد لكم الكاميرا باش تشوفوا. بون جو روبون لونجيسترومون باسكو اي سيتي اريتي جو نسي اي سيتي اريتي راه وقف لي لونجيسترومون وغادي نعاود ناخذ نبدا ماشي نكمل لكم هاد الفيديو. هذه ديما انا في الباركو ديالي ماشي ديالي ديال مولاه فهمتي ديال مولاه ولكن دابا حد ما حد انا راه كفيره ديالي فهمتي. ونسيت ما قلتش لكم راه بكري كانت عندي جيستومون بكري راه كانت عندي فلوكه شتو راه ملي كنت انا في بكري في مرسل الكبير وما نكذبش عليكم والله ما نكذب عليكم كانت عندنا فلوكه في عيون الترك في عيون الترك وكان كنا كندخلوها في المهم وي انا بغيت نبروفيتي في هذه اللحظه اللي كندير هذا الفيديو باش اولا نقول قبل كل شيء وقبل كل شيء الاصدقاء دوك اللي كيسمعوا ليا واللي كيتفرجوا فيا راه بعد نوبات راه ما كنجاوبكمش راه كنقطع عليكم لا نقطع ماشي ما كنقطع كنخلي التليفون كيصوني وما نجاوبكم شيء. علاش؟ حيت كاين بزاف د الكلاب لا من دوك الصحراويين اللي ضد المغرب ولا من الجزائريين كيضلوا كيعايروني. انا غا كنشوف 213 كنعرفها المكالمه جات من الجزائر كندير بلوكيه ما كيعمر راه كنقول لكم كنقولها لكم انتم اللي كتسمعوني واللي باغيين فيا الخدمه راه غتبقاو غتشريو لي كارت شحال غتقدكم تبدلوا لي كارت وديما غادي نبلوكيكم حتى على خاطركم غتبردوا. بون او ميم طو كنشكر دوك الاصدقاء اللي بالاخص دوك صحاب وهران وصحاب مرسل الكبير وصحاب عيون الترك اللي تا هما كيشكروني ولا الوغ نرجع للموضوع. الموضوع انا بوها سمعتوا هذيك البلاد الجزائر الا بغات تفرقع غتفرقع الا بغات تنخض غتنخض على بوها. المهم راه ربي كاين وربي راه كاين طاقم من هاد 40 عام ديال العداوه للمغرب وراه كاين طاقم منكم غادي يخليكم تلهاو بعد ربي سلط عليكم هاد بوتفليقه اللي في مده 15 عام خسر 1000 مليار ديال الدولار والبلاد ديالكم بقات هي ما تزاد فيها والو. 1000 مليار ديال الدولار شنو هي 1000 مليار ديال الدولار؟ راه تصاوب بها بلاد اخرى. شتي المغرب شتي كون لو كان محمد السادس عطيتوه 1000 مليار ديال الدولار والله يرجع المغرب احسن من سويسرا لو كانت عطات ليه 1000 مليار ديال الدولار. ولكن انتوما ربي عطاكم 1000 مليار ديال الدولار وداو هذوك الكلاب بيناتهم فرقوها وخلاو الشعب الجزائري على الدص على الدص. واش لا يعقل دولة كتصدر النفط وكتصدر الغاز ولا الشعب ديالها كيحرق في الفلايك ماشي كوا كانت شي فلايك زعما دوك الباريخات دوك الباطيرات ديال سميتو كاين اللي كيحرقوا غير في الشومبريرات ودابا ولاو عائلات بولادهم
كيحرقوا الخارج. وسير شوفوا قراو 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 الانترنت عدد الجزائريين اللي كيطلبوا اللجوء في الدول الاوروبيه. فين بانوا حنا المغرب؟ المغرب ما كاينينش في الاحصاء. هو الجزائر شادين الرقم الاول في الاحصاء ديال الناس اللي كيطلبوا اللجوء. علاش؟ واش عباد الله؟ لا يعقل. بحال دابا الا قلتي دابا حيت دابا الجزائر كتصنف من الدول المصدره للنفط والغاز. ودابا بحال الا قلتي السعوديه راه كيحرقوا. واش عمرك شفتي السعودي كيحرق؟ عمرك شفتي شي كويت كيحرق؟ واش انتم عندكم النفط والغاز وكتحرقوا؟ وجو تابعيننا حنايا. ودابا المشكل هاد الجزائريين اللي كيجوا اللي كيحلوا فمهم اللي كيجوا كيعايروني واللي كيكتبوا عليا واللي كيديروا الفيديوهات عليا ودوها في الحكام ديالكم اللي خلاوها عليكم. اش بغيتوا بيا انا؟ اش لصالح لكم انايا؟ اش من فايده عندكم من اللي غادي تقابلوني انا؟ على الاقل قابلوا الحكام ديالكم على الفضايح اللي دايرين، على الاموال اللي كتخسر، على الكوكايين اللي كيدخلوا للبلاد، على فهمتي؟ على الاقل الجزائريين غادي يفرحوا، غادي يقول ها انتم الجزائريين احرار، راه كيحاميوا على الوطن، كيكافحوا، بحال هذوك، بحال هذا كاين شي جزائريين كنعرفهم الله يعمر هدر، ناس مزيانين، كاينين في الخارج، وكيتكلموا على دوك الحكام اللي عندكم، وانتم راكني كتصنتوا ليهم. وعلاش انا اللي ما دابا انا اللي ما كيتفهمش اللي ما كيتفهمش ليا واش حيت مغربي هو اللي كينصحكم؟ لو كنت انا جزائري كيفاش غتقولوا لي؟ غتقول لي انت يا عدو؟ وانا بحال كيف كان مغربي راه خصو راه حنا مغاربه ماشي مغربي، راه مغاربه المغارب راه فيه المغرب فيه الجزائر فيه تونس فيه موريتانيا وفيه ليبيا، حنا مغاربه. واللي الا نبهكم شي مغربي من مروك او جزائري او تونسي راه بحال خصكم تفهموا اشنو هو الغرض. اشنو هو الغرض؟ الغرض هو مصلحه الجزائريه كله. شكون اللي خرج لو كان شكون اللي معادي مع المغرب مدة 43 عام؟ واش حنا اللي معادين معاكم؟ واش كنسلح؟ واش كاين شي جزائريين هنا في المغرب كيتسلحوا؟ واش حنا كنمشوا للامم المتحده كنمشوا للاتحاد الافريقي كنشوا فين ما كاين شي محفل كنتحدثوا على القبائل ولا كنتحدثوا على المزاب ولا كنتحدثوا على الطوارق؟ لا حنا ما كنخليكم دبروا راسكم. وانتم فين ما كانت شي جمع دولي الجزائر هي الاولى اللي كتكلم على الصحراء. ودوها في الصحراويين ديالكم. اش بغيتوا في الصحراويين ديال المغرب؟ اش بغاو؟ واش هما طلبوكم؟ ها كاين عندكم واحد الكمشه حطينا عندكم فيترينا، دريناها فيترينا كتوروها للدول الاخرين وشوفوا راهم عندنا حنا. وشوفوا دوك اللي كاينين في العيون، شوفوا اللي كاينين في العيون، اللي كاينين في بوجر، اللي كاين في الداخله، اللي كاين في سماره، اللي كاين راه مدن جداد ولاو تما بشوارع بلوطيلات بالطرقان بكل شيء. اللي انتوما ما دايرينوش في بلادكم. نشوف هذا الرئيس الباخره ديالنا واش لحق الوقت ولا باقي؟ 30 بون الاصدقاء انا عرفتوا اليوم اديتكم ساريتكم معايا في مدينه سالا. اولا مشينا شفنا المارينا ودابا راني في واد بورغراغ اللي قريب اللومبوشور ديال مع البحر. اش نقول لكم؟ ورايا هي اللي كتشوفوا ورايا سمعت حسان راه غادي نديكم تما ان شاء الله ندير شي فيديو تما، ولكن بركه من حتى النوبه اخرى ان شاء الله نمشي من تما من سمعت حسان ومن الضريح محمد الخميس. قال المهم ندير لكم شي فيديو خاصه كلما المهم دابا انا قرجت عرفتيكم كتشحفوني راكم كتشحفوني والله وعييت من شكرا سمحوا لي نشرب واحد الجغمه د الماء. شعبي 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 شع
قلت لكم الاخوه لاخوه لا والله والله القسامي لا اسمعوا لي نقول لكم انا هذه الهضره كلها كنقول انا الهضره اللي كنقول راه غا لصالح لصالح الامه الامه المغاربيه راه ماشي انا ديما كنقول لكم ديما كنقول لكم في اي فيديو اللي كندير كنقول انا ما عندي حتى شي مشكل ما عندي حتى شي عندي حتى شي ما عندي حتى شي مشكل مع الجزائريين انا المشكل ديالي الوحيد اللي عندي هو مع النظام الجزائري اما الجزائريين راه خوتنا وحبابنا فهمتوا ديما كنقولها اي فيديو ولهذا انا كيبقى فيا الحال ملي كنشوف شي جزائريين كيجوا عندي كيقول لك وانت مالك مع الجزائر وانت مالك مع الجزائر وانتم راه ديما انا كنقول لكم انا اللي كنقولها لكم قبل في الفيديوهات ديالي انا ما عندي حتى مشكل مع الجزائريين ولا مع الجزائر راه المشكل اللي عندي وهو مع النظام الجزائري لمدة أكثر من 40 عام ما خلاوناش ترانكيل واش عرفت شنو 40 عام في حياتك تضيعها 40 عام في حياتك ما عشتيش كي بغيتي البلاد ما تنماتش كيف بغي كيف بغي كيف كنتي كتمنى بشحال من حاجة حرمونا منها هذوك الملايير ديال الملايير ديال الدولارات اللي كنا كنجيبو من الخارج اللي كنا كنجيبو من الخارج كنبيعو كنبيعو سلعه نبيعو خضيرات نبيعو التكستيل نبيعو الفوسفات نبيعو كلشي وكنخليو كن 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 كنصرفوهم في السلاح باش علاش باش نحاميو على راسنا فهمتوا اسمحوا لي راه بعد نوبه كنقرب الكاميرا بزاف وكنسى راسي يدي راه كتعيا ليا والاصدقاء بان لي الله يجعل البركه اليوم المهم اللي بغيت نفهمكم في هاد قضية 700 كيلو ديال الكوكايين اللي دخلت الجزائر راه لقيت صالح لقيت صالح راه هو ولا هو مؤقتا هو اللي كيسير البلاد هو لو بريزيدون من تحتها ماذا انا ما كندويش على بوتفليقه بوتفليقه ما في يدو والو يلا غادخلوا غادا سارجع سي محمد صافي صافي غارجع ارجع انا حيت انا درت مع السيد باش اللي كيسوق بينا داك البابور الباخره باش قلت لكم اللي مهم في هادشي كلشي وهو دوغينافون لقيت صالح الا فيها ان غون نيتواياج ان تري تري غون نيتواياج نقى البلاد من دوك الجنرالات ولا البوليس ولا الجندرم اللي كانوا طايحين لساعد بوتفليقه وصحابه حيت انا ما كنقولش بعد العزيز بوتفليقه حيت عبد العزيز بوتفليقه مانتونو سايي راه غار مونيكا راه سي جوست اون ماريونيت بوبيا فوالا بوبيا راه غار بوبيا محطوط تما سيتو لا اقل لا اكثر اللي كيحكم في البلاد حاليا اللي كان كيحكم في البلاد ولكن دابا ولا كيحكم حتى كيستاشر مع القايد صالح حيت القايد صالح مانتونو سي ديفوني لو فغي باترون دو بيي Et c'est lui qui va décider qui sera le président. Soit, si les Américains et les Français sont d'accord, alors mettez-vous bien dans la tête que ce sera le Gaït Salah. Si les Américains et les Français l'acceptent. Parce que, maintenant, je vous le dis, tel que le mal à l'akhira, il y a 4 jours américains ou 4 jours français. La sdika, il y a le cas au Yom Saïd. La prochaine fois, Inch'Allah.